لاحظ هذول الاولاد صياحهم تحت، شايف بيلعبوا آه بالحاره. طيب خلي انزل انزل، ممتاز. شوف محل اهدى شويه، اهدى شويه. اوكي مليح. يلا بسم الله. أهلا وسهلا فيكم، معنا أخونا وصديقنا معن لبابنة من الصين. مرحبا أستاذ معن، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا جمال، كيف كيف الحال؟ صحتك حبيبي؟ الله يخليك. وين أنت هلأ؟ أنت كنت في جوانجو آخر إشي، وين أيامك؟ أنا في تشاوتشينغ الآن. جينا هنا بوقت بداية العطلة الصينية وما طلعناش بعديها لأنه ما فيش إمكانية الآن الخروج والدخول. كيف القرية اللي أنتوا فيها؟ هل فيها موفر الأكل وكل إشي؟ إحنا جالسين في بيت أنسبائنا وهنا عبارة عن قرية، فكل شيء متوفر عندنا من داخل البيت، يعني الرز موجود، عندنا حقول الخضروات حول البيت، كل شيء موجود طازج، عندنا دجاج، عندنا بط، فالوضع عندنا أفضل من المدينة لأنه مش بحاجة إلى يعني التسوق إلا للشغلات اللي الماركت، يعني اليوم ذهبوا عشان يتسوقوا، ما في محل، ما في أغراض في الماركت. الحكومة الصينية شو عم بتسوي للمواطنين عندكم؟ اليوم مروا كوميتي أعتقد من المدينة حوالي 6 أشخاص، وكانوا بيسألوا عن ريجستريشن لا يعرفوا أعداد الناس في المواطنين أو إذا في أحد عنده نقص أو إشي. في بجوز في كمان وهان خرجت وما رجعت عند أصدقائها وعند معارفها، فظاهر بدهم يحصروا الموضوع الأعداد الناس اللي طلعت من خوبي، أعتقد هذا السبب. يعني الوضع اللي عندكم كيف الوضع؟ في حالات أثبتت في القرية عندكم ولا الوضع آمن؟ كونكشن غير ستيبل أعتقد. بقول في حالات عندكم أثبتت في القرية ولا الوضع كويس؟ في الجاوتشين احنا في نامفون، هي عبارة عن يعني تاون من جاوتشين. جاوتشين فيها حوالي 14 حالة. يعني هاي المعلومة اللي كانت عندي من البارح، اليوم ما بعرف اذا في ازدياد او اكثر. جاوتشين يو جيجا جاوتشين بوشر ايجون توشا يو بيندو تشوان 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 جاوتشين يو توشا رن يو بيندو جنجا غواندونغ. اوكي، ما في حالات جديده في جاوتشين اليوم. ممتاز ممتاز. فمعناته خبرنا عن وضع الشباب العرب، على علمك هل في اصابات ولا الوضع ستيبل الحمد لله؟ اللي بعرفه انه في اصابه في احد الشباب اللي تركوا وهان. اوكي. او اصابتين اللي تركوا وهان خلال قبل ما يصير حصر لوهان. هذا من الشباب الطلبة اللي بيغادروا وقت العطلة، وأعتقد أنه أصيب يعني في خلال سفره أوكي. القطار، وانتقل العدوى إلى شخص إلى 3 أشخاص أعتقد. على معلوماتي في واحد باكستاني من أصدقائه، يعني ما أعرف أنا يعني هذا الخبري قبل أسبوع. طب أنتوا كيف الوضع؟ يعني أعتقد ما في إصابات بين الطلبة الآخرين، لا لحد الآن ما سمعنا أي خبرية. كيف بتقضوا وقتكم يا معن هالأيام؟ والله إحنا هنا وقتنا يعني ما بين النوم والأكل والمتابعة الأخبار على الفيسبوك وعلى الويتشات. كان الجو جميل قبل مدة، الآن بردت، زي بتعرف يعني جو القرية ما في مجال للخروج أو يعني الدخول هون. مزبوط. بس الوضع يعني مستقر، طبعا في ملل يعني الوضع العادي، بس تقريبا الموضوع انه انا موجود مع احمد والعائله بيعطي جو، كمان في اطفال فبيعطوا جو للمجال. عندنا البيت تونا احنا مو يعني محاط لحوالي 20 متر تقريبا من جميع الجهات بالحدائق المزروعه بالخضروات، فاحنا عندنا مساحه معينه نطلع ونتمشى شويه برا البيت غير اللي جالس في أبارتمنت. ف
فبتقدر تقول إنه محظوظين إنه إحنا أجينا في الوقت هذا على القرية وما ظليناش في جوانجو، لأنه لو ظلينا في جوانجو كان حصرنا في الأبارتمنت مزبوط وما قدرنا نروح ونيجي. مزبوط. بدي أتمنى لكم كل خير أنت وأحمد والعائلة، وتقوموا بالسلامة، وإن شاء الله نشوفكم قريبا، وندعو لجميع الأخوة غاد في الصين إنهم تمر هاي الأزمة بأسرع وقت إن شاء الله. لا إن شاء الله الأمور تحت السيطرة، يعني موضوع وقت بس إن شاء الله. فتحياتي لك عزيزي حبيبي، وإن شاء الله نشوفك بخير. آمين. وإذا بدكم أي إشي أخوكم أخوك تعرف سلامتك، ممكن يكون في نقص بالكمامات مستقبلا، فإذا بعثتوا لنا من هناك مجموعة لنا ولا جيراننا ولا أصحابنا ممكن إحنا. نعم كان... الحمد لله إحنا جمعنا هون مبلغ حوالي 80,000 دولار الآن، وحنشتري كمامات إن شاء الله من أمريكا ونرسلها لو للصين إن شاء الله. أعتقد هذا أفضل شيء ممكن تعمله، لأنه ما في مجال لشيء ثاني يعني، بس جد في نقص في الكمامات الموجود الآن، وربما يعني تخفف الأمور وما يصير حاجة إن شاء الله، بس إن شاء الله. احتياطا جميل جدا إن شاء الله. يعطيكم العافية على بارك الله فيك، يعني مشكورين، بارك الله فيكم. سلام عليكم. سلام يا غالي. السلام.